كتبت على ابوي قاعد تدور قاعد تدور كل الارقام عشان ما ترد. طيب كل شوي ادق على رقم بوي جاك. لا تخليني اروح اخذ جوالي الحين بالنقاط واتصل على ابوك واعطيه السالفه من ما يحتاج هو يدري يشوف الفجر. ما يحتاج انا قلتها مرتين تدري اعطيه السالفه ما انسى الفجر برضه. عادي ابوي اصلا ما يدري شيء ضيقه الصباح مروق تعكر عليك لين المفروض انك تاخذ لك قهوه وتمخمخ شاهي ايه ماسك خط تاخذ لك سنابتين ثلاث مبسوط شوي لا تدخل هوشه يعني ما ادري شك انت ايش كنت ماخذ انت شاهي ماخذ كابتشينو انا لا والله ما كان لي نفس اصلا ما كان لك لا قبل الهوشه قبل يعني عشان كذا صار ما انسى الفجر لحظه طول ما انسى الفجر حالي حال نفسي امشي 80 مو بعشان لا ما عاد في بنزين لا كنت موفر بنزين كانت شخطتين كذا واحدة دنتين واضح انه ما معك حتى حق الكابتشينو الميزانية لك عليه يعني دوبك يعني واضح انك ماخذ كوب موية صحة من زين مقاتل الولد هذا عجبني فيه الكراح انا ولد المثابر ترى المفروض تاخذ من دانكن ولا ستار بوكس كوب تخليه في السيارة دائم شك تعبيه الصباح طرها طر ما يعلق على البنزين عشان لا طر ودي الصراحة انا قلت خليت كوب وينطلع ما يحتاج لا طرها الطفرة والله العظيم ذكرتني بسالفة مرة انا واحد من العيال كنا في شرقي الرجال أمون عليه بس مو بذيك الميعاد الرجال جاني وقال مشينا الرياض بما معناه بيجي عندي في البيت قلت والله فوقها بس أنا ومتوسدها يا رجل ما أملك الريال واحد ريال ما أملك معي 100 ريال بس حقتي يعني حق أمشي مور يطلع ملابسي ما غسلها شيء تعرفون كيف متوسدها؟ المهم يا رجل يوم قال لي وانا ضيق بالوسيعه يا ولد شو اسوي؟ شو اسوي؟ كلم العالم طفاره حتى اللي حولي يا ولد رايحين فيها تصير في كل عائله قلت ان شاء الله انها بتساعد المهم وانت لها واذكر انا معي صر انا المية اللي معي كاش واذكر في صرافتي لاهلي فيها 25 شيء زي كذا يعني قلت انا بحلف في البنزين بس بحلف بس ماني بصامل فهمت اللي بحلف بس حلف الصب لا بس يا رب انه ما يصمل حلف الحشمه بس الحق وان شاء الله الرجال ما يصمل خوفك لا حلفت قل قطه اي قطه لا اذا قلت تم اسمع سبحان ربي شوف ايش اللي صار قبل لا نروح قلت مر ايش اسمه صراف ابى اشوف كم في مر صراف بشوف كم حساب انا اذكر اني 25 بس اتاكد يقول لعله عسى في 60 فجاه تعرف ذيك الفلوس اللي سايقها إيه. روح لبطاقتي يقول تعذر مدري ايش المهم الزبده انك لازم تجدد بطاقتك اعوذ بالله في 100 موجوده 100 حقت اللوزين فهمت اللي بعلقه بالبنزين بروح اشتري له لوزين حق الخط بس خلاص إيه. ما قصرت في السفر قلت يا رجال مر البنك انا بياخر الوقت يقول كنت تدبر دراهم ولا شيء يمر البنك دخلت البنك والله يا رجل ما جاكم النص دخلت البنك الحين وقلت لهم انا بطاقتي معلقه ولا تشتغل قال خلاص اجلس شوي بس اعطيك بطاقه جديده قلت ما في مشكله اعطيه هويتي يتكمل الحساب قال 1675 يا سلام علي الحربي يا رجل ما جاكم النص 1675 انا قلت ها وشو كيف 1675؟ قال والله هذا اللي قدامي 1675 قلت يا ابن الحلال تأكد صل على النبي سلمان قال لي سلمان تسوقها قلت من وين جت؟ قال والله العظيم هذه تعال 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 يلف الكمبيوتر ويعطيك واسحب البطاقة قلت بيض الله وجهك واسحب البطاقة واروح روح احط في قلت لازم اتأكد يمكن الرجال اللي يسوق علي واسحب تطلع قلت خليني احط 100 واحط 100 تطلع لي 100 طبعا المية طلعت حبيتها وضميتها ودخلتها ما حطيتها في قلبي الله شو 1600 رخيص 1600 قسما بالله كانها 1600 مليون ما شاء الله يا اطعم انا بعز حاجه يا اطعم 1600 قجتني في حياتي ولا عرفت وين مصدرها طيب الا المهم وادخل الواتس حقي فيه اشعارات بس كان معلق لنا على نهايه النت موضوع تقشف يوم دخلت الواتس حدث جتني رساله قال ترى ارسلنا لك حقوقك الشركه اللي كنت داوم فيها وانا ناسيها
قلت وقف وقف عند المحطه وقف والله ما يدفع على انا الحين الحين اوريك الحين الحلف على الحين اوريك الصبر والله ونعم عب اللي هو كلها الرياض انفض الدراهم كلها في الرياض ذاك اليوم ما اخذت لوزين شكلك اخذت كاكو لوزين تجيب لي ساعه اقرا شيء جيب وين وديته؟ ايش اسمه؟ هارديز شفت والله